الحمد لله المتعالي عن الأنداد، مقدس عن النقائص والأضداد، منزه عن الصاحبة والأولاد، رفع السبع الشداد عالية بغير عماد، ووضع الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، قدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد، أحمده حمدا يفوق الأعداد، وأشكره على نعمائه فكلما شكر زاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم بالعباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، صلى الله عليه وعلى أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد، وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيفخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد، وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم إلى يوم التناد. أخ الإيمان، لتبتغي رفقة النبي العدنان في الجنان، إن كان ذلك كذلك فهلم إلى الوسائل الثلاثة الحسان في رمضان لتدخل الجنة مع النبي العدنان. الوسيلة الأولى كثرة الصلاة والسجود. فعن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والحديث في صحيح مسلم. قال العلامة المناوي: وفيه أن مرافقة الحبيب النبي في الجنة من الدرجات العالية التي لا مطمع في الوصول إليها إلا بحضور الزلفى عند الله في الدنيا بكثرة السجود. انظر أيها المتأمل في هذه الشريطة وارتباط القرينتين لتقف على سر دقيق، فإن من أراد مرافقة الحبيب النبي لا ينال له إلا بالقرب من الرب العلي، ومن رام قرب الله لم ينله إلا بقرب حبيبه ومصطفاه. واقرأوا إن شئتم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. أوقع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المحبتين، وذلك أن محبة العبد منوطة بمتابعته، ومحبة الله للعبد متوقفة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعني على نفسك، أي على تحصيل حاجة نفسك التي هي المرافقة. قال الحبيب النبي: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي في الدنيا، والمراد تعظيم تلك الحاجة وأنها تحتاج إلى معاونة منك، ومجرد السؤال منك لا يكفي. قال العلامة ابن باز عليه رحمة الله: والسجود فيه خشوع لله وتعظيم لله جل جلاله، وهو من أسباب رفع الدرجات وحط الخطيئة، ومن أسباب دخول الجنات والنجاة من النار والحسرات، ومن أسباب حصول الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذا كان موحدا مسلما. وقد صح عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حريا أن يستجاب لكم. وقال أيضا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا يدل على أن السجود له شأن، وأن العبد أقرب ما يكون من ربه في حال سجوده، وأن السجود حالة خضوع وحالة ذل لله وانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. يضع وجهه الذي هو أشرف أعضائه، يضعه على الأرض خاضعا لربه مطمئنا خاشعا، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، وفي هذه الحالة يظهر الذل والانكسار، وهو أقرب ما يكون من الكبير المتعال. ولهذا قال الحبيب النبي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فدل ذلك على أن الدعاء في السجود مطلوب، وأن صاحبه حري بالإجابة، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان قوله: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط
تغطى عنك بها خطيئة. فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار وبعد العشاء وفي جوف الليل وفي آخر الليل، كل هذه أوقات عظيمة ينبغي فيها الإكثار من الصلاة لا سيما في الليل، فإن الليل الصلاة فيه أفضل من الصلاة في النهار، أقرب إلى الخشوع وهدوء القلب كما يقول جل جلاله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الصلاة في الليل لها شأن، والإنسان فيها أقرب ما يكون للخشوع والذل بين يدي ربه، ولا سيما في جوف ليله وفي آخر ليله، فينبغي الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار. الوسيلة الثانية، من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة. وحسن الحديث الألباني وهو في صحيح الترغيب. رضيت بالله أي بقضائه وقدره، وهو يشمل الرضا بالأحكام الشرعية والقضايا الكونية، وبالإسلام دينا أي بأحكامه شرعة ومنهاجا، وفيه التبرؤ من جميع ما سوى الإسلام من الأديان، وبمحمد النبي وفي رواية وبمحمد الرسول. قال الإمام النووي فيستحب أن يجمع الإنسان بينه فيقول نبيا ورسولا، ولو اقتصر على أحدهما كان عاملا بالحديث. الوسيلة الثالثة، كافل اليتيم ولم لاه، وقد قال رسول الله أنا وكافل اليتيم له ولغيره في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، والحديث في صحيح البخاري. كافل اليتيم أي القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية له أو لغيره. له يعني أن يكون قريبا من أقربائه، بأن يكون جده أو أمه أو جدته أو أخاه أو أخته أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو غير ذا من أقاربه. أما الذي لغيره أن يكون اليتيم أجنبيا عن كافله. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وفي هذا حث على كفالة اليتيم، وكفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه، بما يصلحه في دينه من التربية والتوجيه والتعليم وما أشبه ذلك، وما يصلحه في دنياه من مطعم ومشرب ومسكن ونحوه. واليتيم حده البلوغ، فإذا بلغ الصبي زال عنه اليتم، وإذا كان قبل البلوغ فهو يتيم، هذا إن مات أبوه، أما إن ماتت أمه دون أبيه فإنه ليس بيتيم. قال ابن بطال عليه رحمة الله حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في جنة الرب العلي، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. قال الحافظ ابن حجر وفيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت ما بين السبابة والوسطى، وهو نظير الحديث الآخر بعثت أنا والساعة كهاتين. كفالة اليتيم من أعظم أبواب الخير التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. قال باري البرية يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال جل جلاله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لله ضر أقوام بادروا الأعمال واستدركوها وتاهبوا لسبيل التوبة ثم سلكوها وعرفوا عيوب العاجلة فتركوها. احفظوا بالتقوى هذه الأيام واغسلوا عن الإجرام قبيح الإجرام قبل ندم النفوس حين سياقها، قبل طمس شمس الحياة بعد إشراقها، قبل ذوق كأس مرة في مذاقها، قبل أن تدور بدور السلامة في أفلاك محاقها، قبل أن تجذب الأبدان إلى القبور بأطواقها، وتفترش في اللحود أرادل أخلاقها، وتنفصل المفاصل
تنفصل بعد حسن اتساقها، وتشتد شدة الحسرات حاسرة عن ساقها، وتظهر مخبئات الدموع بسرعة اندلاقها، وتتقلب القلوب في ضنك ضيق خناقها، ويطول جزع من كان في عمره ناقها، وتبكي النفوس في أسرها على زمان إطلاقها. وأخيرا، إن أردت أن تحظى بمضاعفة هذه الأجور والحسنات، فتذكر قول سيد البريات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وروى الحديث مسلم في صحيحه. تم الكلام، وربنا الودود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.